أحمد وحا أوضي سمينا يو صاحبك أحمد وحا نظامكي أن رمني أما سيستمكي دولة قبلات أما نظامكي أن هكسنيني أنفعي ما أحنا عبد الله فرماجو مدحويني هارو جمهور دفدرالك صوماليا ولالكي إن بنانك لغا وحا سببتي لابد السنو وقادي أحمد مركز تنو حي سورتي قل نيسا ولو أسي هاري وقتي سوء رماد أو أنت وسوا قادين كري دورش ما ليه كرنو وأسي أنا كوع أنا شو أن دور أن 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 إدمنا إنه جبلا أوش غيو هذا إنه بنان كا هذا هو جبلا أنا إتشدان بسم الله الرحمن الرحيم وهاي صورتك تكشي إن الله كل ما وزير كي هري أمني جا دولة قبلت كا جبلان عبد الرشيد كان إن عبد الرشيد وحن كويتين يا بل مدة هذا وزير كي أمني جا واحد هاي مارك تاي مركه هو صاحب آد قدو مارك تاي أحمد مدوبة يا ذهيد إن حالتنا هلك أي مرة سوى دوشيتا مركز سداد واركتها إكستنشن كا أما إن متكرسيكا لقدو واقع وي بسم الله الرحمن الرحيم وما سنت ولا حسن ودو هي أول هرت إلهي وما هذا إسكال تبارك وتعالى إلهي وما هذا علينا بعد الله هي هو ما علينا تفيقة يو صاحبك حسن أنت سكدب سؤال شيء وديسي أحمد وصح أحمد عليه السلام صاحب كي وياه وأنا ولا الكي والناس كفي من هاي والناس كعقيدة هاي لكن أحمد هو دومري حقيقيا وحنا وحكوا للسنة وما دون بدنا نكمل هذا الدك برارو تلا كأنا جا وقتي هراء بان أشجع أحمد لو ذكرني لا تكيه ذا أمال إني أنا أشجع أحمد إنه كوري صاحب وحنا وضل الحين أما وحنا وضل السنة أما وحنا مدة الصومالية ده رجوب لان إني رسوا هين يقرن نمدي دول نمدي وضو مرتي وح شخصيا هذه كل هذا انت على هاد كش غينسا تاسنا كلام مش غين كرو مركا أصول نغضب غضب كان كلاته أو كسابسن برامج كل شلي هرت برلومك برامج كم سنة برامج أحمد حسن بس مي واحد صحيح كي أحمد بس مي وجو ماشي اللي راح دوي أصي التلفون كهني وح برلومان اللي راح دو وبرامج كاس جوان يا شخصية أيك إليه نيرفتان كود أكو شقي مجرو برامج كاس برامج خلا دواي برامج سحانة ما أهن سو حل بان ما أهين حل بان دي برلومان كجوب بلان سو ما أهين دتك ما شفدي وما سنتهاي ها برلمانك جبلان بهاي واحد مش في دي لكن أنا جبلان تلقى هلا حقولان كاه جبلان أساسية شيء ذا كم هاي أنا صرت الفرتاج هذا هلا هي ركبنا ذا الكل ولا مذاها وحن حسستا شخص كستو جبلان أما صقت شخص كستو مسؤول جبلان كسو غبتي وح وترك رأي وأنك وقادن كرأي شخصية دولة أنا غنا إن أريج قف كده أحبها هاي أما وكوه الله هايو إنه توتسي ساعات هاي إن تقو أحمد إيتان كلا فهم كلا مركز شغل شلة لغبتي شغل أحمد بهذا شغل برمان كجبلان إليه هنا أو شعب كره جبلان لغبتي مننا معين وحلا قادن كرنا ما بقى هذا وحلا أقبل كرنا ما أحد محمود أقولنا هاي جمهور الفدرالية الصومالية وما أنت حاسب محمود حوينا حشق محمود حوينا كي هاي سنوات كهر بقى سنة كهر هاد مركز سكودة الدولة دي هراء إنه سميس إنه كدر كتر سطو وحلا كل سنة سميسو وحكي العين وأوجين بتبالغ رم بالسمية تن مركا جوابته سبحان الله يا شعبك رجوبلان يو مدة الصومالية با جوابته ده حنكسوينا مدحون حشق محمود يرزوار حمزة أولي بإسلية هاي حمزة وقف حو أدحو قالوا شخص حو قاله رجوبلان شخصية دي سواء كوقنا عسنا هاي إنه سون قادن كرين إن رجوبلان وحي سن كوقنا عسنين أو مصيبة يكو إيمان كرتو إنه كوقنا عو وكل شقي أحمد مذوبي مركا برمامج كسيدة وحن إسلية هاي مدحونها جمهورية فدرالك الصومالية يرزوزاره وحن إن شاء الرحمن وأنك شلي المشهد كيري متكدون أو شرعيد يكسو علم دونان إنك إيمان نوت دور دفدر الكارجين رئيس الوزارة ما دام يكسو جيد جوب لان ما أمرين إسا إن أو فكر كينا إذا كوا فقيه ولا ما سنت عيرتو الحمزة رئيس الوزارة جمهورية دفدر الصومالية ما إنه في جوب لان يهي كلي أو الشخصي حقوق قاله قديد جبلان أو دورشين ككم قدومي أوها وشخصي أن جرن كره هذا السيستم كان لقدر هايو مركي للسميني وحاسوستا لو هذا شخصي سكوب كلهم بدن باهن أنا يأسجع سبتو حال أذك بن كجرني أذو اللي بدن وحمركي سمين جرني إن أن مالك لبي يستحي أفرجر أن كلنا أنا كفي كرينو برمامج كاسيدا أي صورت قش أوتهاي إن أيضا عقبات دبعت إيمانين شخصيات كرجو بلان وسياسيين تاء أما كأرك دوام برمامج كاسنا أي سن عقبات دبعه هو إيمانين دبنا أي كان إن أصمينين سنك صورت قل كرتو وحين نظام كاس كسيجري كرو وحاسس تا مركا وحن جرن كرا مركا
إن أوسان يهاي شخصي اللي حجعله أول برامج كان شخصي حقوق قال ما أنتنا مسؤولية كبلارن مد جبلان وهايو صومالي ودن ومسؤول وياي ورزواري دالكو إيح ما أمن سني مرك ما أمن سني منا أقبلك منا مو مالينا إنه أقبلك وحن كهربا إن أنا شغال ده حكشتو هذا ما هتن إن جبلان برلمان كذا كله بقى يدستور كذا أدب أتقالنا مركا إن مدحوينها برلمانكو ما أكردين كرا إن مدد أوراب ولا لمية أو ما أكردين كرا هرتوا حرب أنا كو قرنت هاي الدستور كا قرنت هاي إن يحير هوسات كا جبلة هرتوا حسن وحرب أنا كوشة سيدا جبلان هرتوا مركا لقى سعر بوتلان ودور الجبلة دي dowladdi waxa way dowlad goboleedka ugu horeeyay dowlad ee ka dalka suudaanka federaal u noqday dejuban Puntland ayuu nidaam soo jiray ahayd oo ka horeeyay heshiiska Soomaaliya dowladda hadda ee qaranka jiray ku dhisatay oo dad u tashaday deegaankooda iyo dadnimadooda ahaayeen oo aqal saliim ah la yimid markii Soomaaliya burburkii halag uu ka dhacay ee laakiin Puntland Jubaland oo ah dowlad goboleedkii labaad ku soo xigay waxa rabtay inaan ku xaqiijiyo inuu yahay maanta dowlad goboleedku ugu liito Jubaland waxay leedahay ciidan aad u wanaagsan naftood horeyaal ah jacal inay deegaankaas u shaqeeyaan jacalna argixisa la dirraal geesiyaal ah dhuruf adagna ku shaqeeyo waxay leeyihiin shacab nidaamka ay dhisteen inay difaacaan oo u hoggaansamaan oo aqbalaan oo la shaqeeyaan jacal laakiin hoggaan la'aan baa ku dhacday nasiib darro asbaabtaasna waxa keentay Jubaland waxa ogtay 2012kii markii aasaasiyasha senator Firtaag Reer kamid ah siyaasiyasha kamid ah KBC Karana joognay shakhsiyaadkii hawsha sida qaybta weyn ka ahaan kamid ahaa in xilliga ayda waxaan ugu bilowday buuq ee bilowday dowladda federaalkeeda isla xilligaas ayda ah kulmiil garki ka soo baxday oo madaxweynuhu ahaa madaxweynaha naga jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha Saaciid waxaalay ka dhacay dalka aad baa la socotaa Jubaland gaar ahaan aragti duwan oo kala fog baan kala qaadanay annagu xog kala kaashanayno ama dalal kala kaashanayno nalal qurxaneed markaas ayada ah in hawsha sidaa ku socono waxaan ka dhigay adeegnay dawladda dhexe waxaan qaadanay in shacabka reer Jubaland rabitaankiisa ee rabitaanka anaga aan suurto gelinno wax sharciyo aan ku dhisin ma jirin markaas ayada aan tix gelinno ma jirin Axmed maxaa Islaam walaalkay waxaan rabaa inaan ku xaqiijiyo wax kasta oo Jubaland ka dhacay rabitaankiisa lagu sameeyay sharci lagu sameeyay waa markii xaqiiqada aan kugu soo lixiyo qodobka kale wax doorasho oo Jubaland ka dhacday doorasho waxa leedahay in la tartamo Xasan oo Cabdirashiid iyo Xasan soo garab istaagaan waagaas waad adigu waagaas waad u sacbinayso waad la jirtay oo wasiirkiisa ku ahayd marka maxaad markaas wax uga qaban weysaa waad mahadsan tahay waa sax kam qaldano waxaan ku xaqiijiyay dhistaanka yagiba in dawladda Soomaaliyeed wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga ra'iisul wasaaraha dalka madaxweynaha dalka baarlamaanka gudoonka gudoomiyaha baarlamaanka ku mid yahay inaan hadalkooda diidno dhigaysan weyni waxaan noo muuqanaysaa dalkan Soomaaliya dal burburay inuu ahaa federaalaysi la noqday asalna ay tahay in aanu xafadan soo dhisno sida aan rabno aan ku soo dhisno halkaas markuu waxa dareemi kartaa haddaan dib u xasuusatid 2012kii waxaa jirtay Falastiin Axmed Imaam VOA-da wareysi aan siiyay xilli ay Ardi Sawir wasaaraha dalka uu ku sugnaa Saaciid iyo waliba wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga Cabdikariim Xuseen Guuleed ahaa waxa sababay gedo oo sida hadda uu maxaa Cabdullaahi Farmaajo u jaray ee dowladda ayda damacday inay xilliga ayda kaliyaan dhinac loo istaajiso oo shakhsiyaad aan ka mid ahayn aniga Senator Firtaag oo xilliga sida gedo ku sugnayn aan diinay waliba shakhsiga kaliya oo la taargad gareystay aniga ahaa la go'aansaday in aniga lagu soo duulo ra'iisul wasaaraha dalka iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo mas'uulin kale oo la socota xilligii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maya oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo 2013kii barnaamijka suuxa ee dawladdu inay culays saarto gedo sida hadda dawladdu hadda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo u saarto kale barnaamijka sida dawladdu ay u suurto gali weysay xilligaas ayada markuu waxaa jirtay wareysi NCF ooda oo aan uga hadlahay jaamacadda Kismaayo dad ergohon isku geeynay oo ka kacaynay Jubada gedo iyo Jubada dhex Jubada hoose inta wa Jubada dhex ilaa naga la heystay dabcan dad reer Jubada dhexana ay kamid ahaayeen markaas ay degmooyinka kale ku noolaa ama Muqdisho ka tagaan ama Kismaayo ku noolaadaan ama Dhoobli ku noolaadaan ama gedaha ku noolaadaan wareysi NCF jirtay oo ku saabsaneed in dadkaas rabitaankooda aan rabno inaan ku shaqeyno ulajeedka anagana uu yahay inaan maamul dhisna laakiin aan gaad u goor u gaasadaan ahayn dowladda Soomaaliyeed
لانكم إذا أنا دولد سوما دولد قبلة دولد سومالي كتر سنة أنا هاي لكن دولد تحجلسه إن أي قادة إن أتقاب خلدان وكوش قيني سين مركز أذوق وكوب وقت هو إيه مغتي لكن حلد وقت وحدي دنين إن رج أنك سيستم كصور إنه دولد سومالي ما راح أنقضي إن رفتن كانوا يستعجل برامش كاس مركز وحين نقطة إن سحنيتها وأنا رجع يسجها إنه برامش أذوق ودعه قلعة بيكسر لسنتي مركز أصل ناس سومالي حتى لا شيء أسكس أوه اللابو ما يحس كرم هجاجو الوحي كده بيجي طبعا ظروف أذك بس مرتين دجال الإنجليزي دجال كدجال سوكو يسكسي بدلي حمام بدن بعد عليه أرجع حساد ذلك لنعكلت كلاد الرئيسه حسببنا إن أذك إسرائيل سعود إسخلاف تام مكود سعوني ربتان شرعيات كمان هو سعوني مركز تنا وحن تحقل لنا أحمد حا إسلام إن ربتان كيس تريب كان أويلنا si waxa aan wada lahayn ay soo burburin hadda dadka ugu badan ee siyaasiinta ah ee aadka uga soo horjeeda ahmed maxamed islaam madaxweynaha dawladda gobolka jubaland waa dadka gada ka soo jeeda oo ayagu markaan raba in ay xilki qabtaan jubaland taas ma dhaba waa mahsantay walaal horta dadka jubaland ee raayigaas waa ka duwan xasan oo ragado reer jubaland waa gobolka jubaland saddex gobol waayo gobolka gacantu ka maqan yahay laakiin dadkii ku noolaa wixii aan shabaab ahayn ama ina shabaab ku hoos noolaadaan oo galaanin waxay ku nool yihiin degmooyinka kale oo jubaland oo xorta ah laakiin nasiib darada jirta waxa weeyaan muddo 10 iyo dhowrka sano ah degmo ugu gudbi karta jubaland ma jirto marka u soo noqdo su'aashaada aan ku leeyahay kaga aragtay duwanahay dadka reer gudaha ee jubaland way cadaalad baan deeqdo laakiin wax si gaar ah ayay u rabaan ma jirto madaxweynaha qofka noqonayana waxay qof kasta oo reer jubaland uu daneynaya waxaan hadda ka arkay inta halkan maanta fadhido shirka jiraad uu dhahaysay reer gudoodku dad kooban bay baahayeen bood garan karta waa dabcan dadku waa kalta qana waxa la dhigi karaa 4-5 qof miya inta kale waxay ahaayeen reer jubaland iyo reer jubaland dhexe qof kasta oo soomaaliyeed han buu leeyahay aniga 2000 iyo waxaan u maleynayaa waxay ahayd 17-kii ba ahmed maxaa islaam golaha wasiirada madaxweyne ku xigeenka jubaland maxamuud siid aadan axmed oo madaxweynihi ah meel fadhiya waxaan hortooda ku lahaa kursigan doorashada soo socota in aan madaxweyne noqon rabo oo kan ku fariisto qof kasta oo marka reer jubaland oo siyaasi ah dabcan hankaas uu leeyahay inuu madaxweynaha jubaland noqdo uu danaynaya laakiin qolo gaar hadda isku siinayso ma jirta laakiin dadka reer jubaland waxaa deeqda cadaalad sababta keentay in dawladdi dhexe ee madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ay ka guuleysan wayaan axmed madobe iyo jubaland waa adinkoo isku tiirsan koow iyo adinkoo dawladda kenya inta badan la idinku tiriyo in aad inay paag abeydeen ahayd marka hadda axmed madobe weli haddii uu sidii yahay awood intee la'eg bay aad u malaynaysaa inaad u yeelan kartaan inaad axmedobe meesha ka saartaan waa mahadsan tahay walaalay horta dawladda maxamed abdullahi farmaajo wada axmed maxaa islaam xilka looga qaado sharciyadana jubaland loogu soo celiyo kumayna shaqaynin wada qaldan bay qaaday shakhsiyaad hawshaas iyada qaban karana oo maysa dirsanin hawshii ay wadeen xaqiiqiyan waxaan isleeyahay dowladda kenya soo hadal qaaday dowladda kenya dowlad aan dirsan hay waayo mana u arka ani wax mushkilo ah oo hadda fara badan oo reer jubaland ku tahay dabcan anagu dhan bay saaxiibnimadan waxaa keenaysa xaduudi aan isla leenahay iyo ciidamadeedii oo jubaland qeyb ka mid ah joogo iyo argagixisadii oo iyadana cadow oo anakana cadowno ah oo inaan iska kaalmaysanay ciidamada in badan oo ka mid a gobolkaas joogo ama gobolahaas joogo ama jubaland joogo qeybo badan oo ka mid a kenya lagu soo tababaray ciidamadaas inta badan etoobiya kenya lagu soo tababaray dowladda xiriir daris dheer iyo ama xuduud dheer aan leenahay waayo oo dalka soomaaliya aan usii matalna annaka oo aan daris la siinahay axmed maxaa islaamna dowladda kenya keligiis malab ooma saarna mana ilaashanayso waxaan rabaa inaan ku xaqiijiyo adigu laftirkaagu waa xiriir baad la lahayd dowladkii xiriir aan la lahaa haddaan la leeyahay dowlad aan daris nahay waayo kama maarano saa isleeyahay daris wanaagana waa wax darisku moogta ilaahay baa dooro qofna ma doorto marka inaan kenya daris ahaan soomaaliya ahaato gaar ahaan reer jubaland ay ahaadaan ilaahay baa dooray anaku maana dooran waa yahay goormaa kismaayo kugu dambeysay walahi kismaayo aniga waxay igu dambeysay 2019 marka intii aada iskhilaafsanaydeen adiga iyo axmedoobe sowcag ma aada dhigi weyn
والله كسماية ده أنيقة وزير كأمنية ها إلنا كسماية جو أنت بدن وقت كيد بون كده جو جري أنت بدن وحفيز كي كسماية كويالو شخصيات كي هوشة أنت بدن هولها وده جو بلن كم ده ها أيان أنت بدن أنا وحاول حسارنا كده وأن كده جو جري وشغل أنت بدن كده كهية كسماية يو كده لو بدن وزير أو هلاك محيلي سي سد وقت هاي دول تقولات كجو بلن عاصمة ديسا وبو أهله بو أهله شباب بحسته عاصمتكم الجار أو حوايا كسمايو كسمايو مركز دولة دي أقدم بجوكتي مدحوينه وزير دي برلمان كي مسؤولين تجوا بلان أقدم بجوكتي قبل كاسن ضافوا كوي علي مركو حنكو قصبنا سيان كسوجة أصليا وحنكو قصبنا أنت بدن إن أنا وقتي وكبحيه إن قبل كاس بحي أنك قوان كري ونجد سي ونظام كدولة هو أن كل شيء إنه إن قبل كاس أمتلو أنت بدن وياي أقدم بنتي قبل قبدي نسوي كار وحن ربا إن شركان شركة حاجة هالكيد وما لنا سائل لغو قبان كريو والله ما سنت هاي هرتو أنا شير مقدشة لغو قبتو ونظام كان لغو حالة هايو وكي يقول ريسي وأي ما أنا ما هذا وأرك تري وقت في ربضان أختي لو مجال المقدشة أو شير لغو هايو أو لغو حالة هايو أرنجو بلان المقدشة أقول لك بناتر عاصمة دلكا سوماليا نو أنا أقول لك بناتر جبلان كمد معه أني أعرفت إيه مغنى سحويان مدة ما أنت شركة أنا كنت أنا وحوي برامجك شلة داعي وحقيقيا أنا هذا وحما أنا أركه هاي مال ودقة حن ومدة جبلان جريتان كودي لقبا بين هاي وشعب كان هم بدأ والشباب إلا هنا يعني هبيني مالين وتي هذا وقدم بيسي دسكي الله أنا حريسته شلة لاتينك بشة وقت الحياة كلها ما هذي إيه كم هذا نصيب درده تاجن بهبيني ما ندرك سومالي ولا نكسعته إن لو قدر متكلة أو أبابولن أو شرعية درعة أو ضد وربدة لدرجة لو تجاع لقد بكي إن لقبل الله بديانك يدلك أنك سجودي النظامك أنك كتر سنة وأن كم ذا اللي حجلي سأل لها أنت صاحي كنتي إن أنا الموجيو وأن شخصيات كي صاحب ياشي هاي مسؤولين تهاي رغم كي سياسة دو إشكو جري وسنترك هو جامين هاي إن أنا كم من نغضة إن أنا درين كي برامج كاس إن دي دنهاي وأنا كوعدي لكن أنا كم دان سمينه وأنا أنقو صاحب بدينا أعرف ملك سجوا أنا مدري جبنا أنا أوبا وحوي أحمد وح أوضي سمينا يو صاحب كي أحمد وح النظام كي أنا رمني أما سيستم كي دولة قبلات أما النظام كي أنا يكسنيني أنفعي ما أحل برمامج كمركة أن كوبا غاي وحواي أنا أما شخصيا أن قبو إن شلي دولدي سوماليا دو هاد فدرال كهيد بتبال قرنبا بالسمين سوما بتبال جبلان ما سمينينا ديان كجبلان ما نكسمينينا أسكرت كعدل الله سمايا دربتا أسكرت جبلان أو قيسياشا أو دوري توان كسانة لفيسيدة كجرتو أو دي قوذي عرض قوذي شرفتو دي إن أمدى سوماليا دي رجبلان كدفاعان ينظام كدولي قاها وحي الدفاع هيين وحدي إلا لباتي ولا بربوري أي تاقين تهي أيك شعب كوذبا خوف كستو برامج كاس دي دان مالبا أو أستانينا أي أوهر إمادان برامج كاس إيدا وايه هاي مركا كسمايو كسمايو ما تقيسان والله كسمايو حيكم تهديين كجبلان أنا مكو قباني سان هذا تجينا وحقبضها في ربضنا أجنك لأن وزير كأمن جبلان بناها جبلان ورمبا أي خياسا إذا مددنا أقانا شخصيات كوح وحيلا يحكي إيمان كلاني وح كلام كلا أقانا طبعا أحمد مدوبي أحمد مدوبي تلفون مقدر تانو ملا هذا شنو أرنتان أدينكو أضيالا ما كلا هذا شنو أرنت أرن لا أقبل كلام ماهر متر هذا ولا هو صاحب حرب أنا كوش يا حسن وصاحبك أحمد أنا شخصيا أنا ذو أغانا واي أحمد إسلام أمسيها جبلان قال أسك جبك أجره إنا تا ملك سأجوجنا مركز هذا كله يهاي برمشك شلك سمايك على أسك سمينا يو أنا هذا حنو أسك دبي بجوا لكن حنو أسك جيفو تو أمر كاس بحي إنه أسي هذا يقول إنه فلنا هنا أجيان أجه مركز برمشك كاس وأحمد تلفون إنه أقدرنا أو بهن أحمد أحمد طبعا حد ولد سومالي بانك سوينا ما أصير شخصيا بهدي وأركت رأي اللي هذا الكي هو مغلي جاي أحمد جبلان هدي وحاسلي ورالك أحمد وحكومة لبنان وقت بدن بسواق هذا إنه كل ما ترتمين جبلان بحنا وصلنا غطي وقت الأربان كل شقيني جبلان وح هذا أتكو شقيني سوح أنفعي سماء أحد وعلى مركب ورالك محمد عبد الله فرماج تلاقي ذلك سو بنانك كفر ليه فهذا وحال استقرانك سومالي يجرو أحمد سو بنانك كفر ليه عرمنا أنا اسمه جبلان
ee Jubaland ku qanacsan yihiin ma aha xataa doorasho inuu galayo ma aha talad inuu wax kala hanayo ma aha talad inuu wax kala hanayo ma aha doorasho inuu wax ka galahayo ma aha inuu u tartamayo axmed waqtigiisu soo qaatay waxaan rabnaa asuu banaanka ka fadhiyo oo oday Soomaaliyeed ah sidii maxaa Cabdullaahi Farmaajo salaay qaranka Soomaaliyeed oo banaanka uga fadhiyo oo asagu u tartamay laakiin sharciigu uu ogolaayo markii labaad inuu tartamo sharciigu uu lahaa لكن ثلاث حمد تيسا بنك لو فريسي سوما مدحوني جمهورية فدرالية الصومالية فيري مدحوني جمهورية فدرالية الصومالية حشم محمود باشالي احمد احنا حشم محمود باهي هذا مدحوني قرنكا سو مدحوني وهاب اسو ولد ثلاثه وحكوا له بدور شدي قال لكن رايي وكو قال كيسا يو شرعيه ديو الى لي لكن ما عبد الله فرماجو مدحوني هرو جمهورية فدرالية الصومالية ولالكي ان بنانك لو وحا سببتي لابد سنه واد احمد مركه تن وحي صورتي جلنيسا ولو اسي هري وقتي سو دمادي oo intii uu soo qaadan karay doorasho ma dhig karno oo asay aan ku caanushubno aan door aan idmanay inuu Jubaland u shaqeeyo haddii inuu banaanka ka ahaado reer Jubaland ay tashadaan qof kasto reer Jubaland oo siyaasi ah oo madax deegaankaas ku nool ah Jubaland waa meelaha Soomaaliya ugu badan tahay kamid tahay qof kasto Soomaaliyeed oo si cadaalad ah ku yimaado reer Jubaland ku qasban yihiin waqtigiisa inay siiyaan asna uu doorasho keeno way aad baad mahadsan tahay waan ku mahadcelinayaa wasiirka amniga ee wasiirka hore amniga ee dowlad goboleedka Jubaland Cabdirashiid Janan ayay u suurtagashay in aan wareysi la yeesho aad baan ugu faraxsanahay in aan ku ana wareysi kula yeesho waan ku mahadcelinayaa soo dhawaada macaamiisheena sharafta lahow welcome Carwo Qeyraad waxaan idin keenay jiifafki ugu dambeeyay ee Carwo Qeyraad Qeyraad waa wax walba haye wax walba waad ka helaysaa welcome Qeyraad furniture qadada iyo jiifkiyo fadhi aad u qashuucdo qalabka yaala halkaas quruxda iyo tayadooda qiimo aad ku farxayso Qeyraad Qeyraad baad ka heshaa qalanchadaada dhaxgee qadiyo koob iyo roog wax kasto qol la keeno Qeyraad Qeyraad waa ku diyaar qalabaynta xafiiska qalabaynta hada waa qalabaynta xafiiska sharaxaada qudheeda Qeyraad Qeyraad baa ugu sarreysa. Gabadhii qiimo sarreyso halka ay ku qanacayso Qeyraad weeye ninkoo qulqul oo hadda gaar Qeyraad Qeyraad waa ballanteena. Macmiil ku soo dhawow xarunta dhexe ee Qeyraad Furniture ee ku taala dabka ka soo horjeedka Hotel Dayax. Waxaad kala soo xiriiri kartaa nambarada shada saaran. La hawl ta'ayl baan.